مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم، تغطيتنا اليوم من داخل مطار الأبرق الدولي، هالمطار اللي احتضن جميع رحلاتنا وجميع شركاتنا منها خطوط جويه الليبيه، خطوط جويه الافريقيه وشركه البراق للنقل الجوي، جميع هالشركات هن اللي احتضن المسافرين ما بين علاج، ما بين سياحه، ما بين حج وعمره، ما بين جميع خدمات المسافرين، عارفين بان مطار بنيا الدولي مغلق نظرا لحرب تحرير مدينه بنغازي، ومطار الأبرق هو اللي كان معانا اول باول، اليوم حلقتنا من داخل المطار، حنسمع كلام المسؤولين، نسمع كلام المواطنين عن المطار، شنو فيه من خدمات ممتازه، شنو فيه من سلبيات وايجابيات، وشنو فيه عندهم من نواقص، مع بعضنا مع كاميرا ليبيا الرسميه والرسميه ترصد مطار الأبرق الدولي. طبعا مطار الأبرق الدولي في جميع الخدمات ما بين الطيران والشحن الجوي وجميع ما يقدموا فيه للمسافر، خطوط جوية الليبية هذا مقرها، وهذا مقر خطوط جوية الأفريقية، وشركة البراق للنقل الجوي مقرها بالداخل. حنخش ونسمع آراء المواطنين على خدمات مطار الأبرق الدولي. طبعا مشاهدينا الكرام هذه هي الصالة الأولى لاستقبال المسافرين، وهذه الخيمة هي الصالة الثانية لاستقبال المسافرين، ما بين الرحلات الداخلية والخارجية، والطابق العلوي هو رحلات العمرة والحج بإذن الله تعالى. حنخشوا لداخل الصالات، نبدأ بالصالة الداخلية. يلا بعد السلام عليكم. صباحك حويش. عطيه سلام. حال الصحة. سلام. الحمد لله. الحمد لله. أريد نسألوك على مطار الأبرق الدولي. شو رأيك في خدماته؟ مطار الأبرق الدولي خدماته كويسة وممتازة والحمد لله، وخدم البلاد وخدم العصية بالذات، أهل العصية خدمها وبارك الله فيهم كلهم جميعا، ونحن من أهل العصية. أهل العصية. شايف إن هل في نقص مازال واجد ولا نوعا؟ أي في نقص شوية لكن الحمد لله. الحمد لله كويس ماشي بكم في العون. الحمد لله. الحمد لله. بارك شكرا سيدي. كيف الحال؟ مرحبا. طيب الله يسلمك. تعرف عليك. مرحبا عيد فرج العوكلي من الأبرق. مرحبا تبيك براب الأبرق كلهم. اليوم مطار الأبرق الدولي هو حلقتنا اليوم، وتعامل مطار الأبرق الدولي، هل في نقص للمواطن أم لا؟ والله زي ما تشوف انت قدامك قاعد واضح، شوف الصالة طبعا قاعدة واضحة، شوف المداخل متاعها وضحات، ما فيش داعي. انت موظف هنا في المطار ولا تاكسي في المطار هنية؟ شايف اكثر شيء يعني من المواطن داخل المطار هو شو؟ والله هي زي ما تشوف زي ال هل الصالات، هل الطيارات، هل المعامله؟ والله المعامله الحمد لله زي ما تشوفوا الشباب قايمين بواجبهم، والله ما مقصرين صدق، والله ما مقصرين مع ركاب ولا مع ولا موظفين. والشركات من اي ناحيه؟ شركه شنو؟ هل موفيه مع الزبون مع المواطن ام لا؟ لا الحمد لله بالنسبة للشركة ما عندهاش فيه، يعني عدة مرات صارت في الخطوط تأخير الطيران على الزبائن، طبعا تأخر الرحلات، فيه مرضى، فيه جرحى يبقوا قاعدين هنا باليوم وبال غير هيك بكل الأجواء تبعك. نعم. أما غير هيك ما فيش أي أي حاجة بك. بدكم صح. الله يسلمك. الله يحفظك. إذا الآن يعتبر جميع اللقاءات إيجابية، ما زال السلبية ما لقيناهاش، حنسأل ونشوفوا. أكيد في سلبيات واجهة، ممكن تأخير الرحلات نظرا لقلة الطيران، نظرا لخدمات نوعا ما بسيطة. نسأل أحد موظفين المطار. السلام عليكم، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ طيب الحال. حضرتك مهدي ميلود بالقاسم. أهلا بك. أنت موظف في المطار؟ أي نعم. الوظيفة؟ والله أمس. المواطن ومطار الأبرق الدولي،
شنو الحاجتين اللي بيناتهم اللي فيها شيء سلبي؟ منيش يشكي المواطن داخل المطار؟ والله بالنسبة للمواطن هي الأولى، المواطن يشكي من عدم من تقصير الدولة بروح، لأن هذا المطار طبعا مو كيد إنه يتقبل هالرحلات، يوميا يمشي منه في 8 رحلات هذين خارجية، خلك من الرحلات الداخلية، خلك من رحلات الشركات الأخرى. الحاجة الأخرى قل الإمكانيات، يعني عملية ماشية بروحها. الدولة نقدر نقولها مقصرة على شيء، في صالة هنا كانت النسبة النزال بتاعها 85% وكنت تستقبل رحلات دولية، لكن هي توا ما فيش إلا هذه الصالة هذه شوفها بروحها. بمصاريف الصيانة هل هي من المطار بروحها من عائد المطار ولا في حد مثلا من الدولة؟ ما فيش الدولة هي المفروض تدعمها. هي شكل مصلحة ما يدعم؟ ممكن المواصلات، مصلحة الطيران المدني، الدولة هي بروحها تدعم. وزارة برغم أن الوزارة يمشوا من هنا 24 ساعة، صار الأعضاء مجلس النواب والوزارة، المطار راهو قايم بروحه، يعني ما تقدرش تقول في من وعدك موفى بوعده من المسؤولين؟ والله الوعد بالقرش، والقرش هذا حتى في المرتبات ما فيش، يعني حتى بقدم على خيطه ما فيش مرتبات. هذه يعني هم ممكن يوعدوا بالميزانية، لكن الميزانية ما فيش. ربي يصلح حالك. إن شاء الله إن شاء الله عليك اللي ساعدنا وساعدكم كلكم. آمين، ربي يبارك فيك إن شاء الله. ربي يصلح حال يصلح حال المواطنين. هذا شكله جاي مش عارف شن صاير معك، شنو حالك؟ عارف عليك الحمد لله مرحبين. انت مسافر ولا موظف ولا مسكر منظمه؟ لا نشتغل ان شاء الله. موظف المطار. الزبون او المسافر منيش يشكي داخل مطار الأوراق؟ والله الحمد لله الاستقرار موجبهم، والله بس الامكانيات اللي عندهم ضعيفه شويه، يعني الامكانيات. وبعدين المطار اصلا بيجي لحل مشكله، يعني طبعا مش مجهز اصلا يكون مطار دولي، يعني والله يكون المطار اصلا كان من قبل يطلع منه فترتين في اسبوع ارضي، منها في اليوم 8 رحلات تقريبا. يعني مدينه، يعني بنغازي مدينه كبيره مش صغير، يعني فالامكانيات حتى الامكانيات الان ضعف الامكانيات. والله مقيمين بواجبهم بصراحه ويشتغلوا، يعني مش مقصرين بالكل، سواء الموظفين جوا سواء جماعه الجمرك سواء بصراحه، يعني ربي يعطيكم الصحه وموفقين ان شاء الله. يزيد ان شاء الله يزيد بارك الله. تعالوا بعضنا نخشوا لداخل صالات الخارجيه ونشوفوا عمل الموظفين. سمعنا راي موظفين المطار وقالوا شغلنا احسن ما يكون. تعال نشوف الشركات وشنو يقولوا عن تقصير مطار الأبراج. طبعا شدنا كرام كما قلنا سمعنا رأي الموظفين المطار. نصر وشباب الأمن اللي معنا في مطار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا ربيع جماعة. ربي يعطيك الصحة. المواطن المسافر داخل مطار الأبراج، أنت من وجودك معه منيش يعاني أو شو النقص اللي يشكي منه؟ ما فيش نقص، بس ناقص إنك الطيران يكون في وقته، بس نبو من شركة من الطيران إنه يسرعون في أي رحلة كانت لهم. المشاكل كلها في شركات فقط؟ شركات فقط ولا غير ولا، وأكثر من أمن، بس نبو إمكانياتك للمطار أكثر من. يعطيك الصحة موفق ان شاء الله. ترى بيكون في عونك ان شاء الله يا اخوي. نركز في الشاشة 24 ساعة. الله غالب. ربي يحفظك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذا هو مطار الأبراج. هذه الصالة الوحيدة او هذه الصالة الأولى، احنا في صالتين. هذه الصالة الوحيدة والمطار كان يستقبل فيه رحلة او رحلتين في اليوم، قاعد ياخذ فيه 8 رحلات. نقص واجد، تقصير واجد، والمسؤول قاعد مش عارف. نحن اليوم وصلنا نوصله يا مسؤولينا، من مسؤول عن المواصلات عن الطيران، هذا هو مطار الأبراج مازال يعاني. حناخذ بعض الاراء من الشركات الموجوده داخل مطار الأبراج، خطوط جويه ليبيه الافريقيه وشركه البراق للنقل الشوي. طبعا هذه هي الصاله الخارجيه. طبعا هذا طبعا فيها مكاتب المبيعات الخطوط الليبيه. هذا طبعا الامتعة هم الشباب، طبعا هم في اللي له سنه ما خافش مرتباتها. بالنسبه هذا هو مكان الشحن. الشحن هذا الحقائب اللي هو الخارجيه، يعني المواطن يجي من هنا يتم اجراءات التفتيش ويجي هنا للشحن. تمام نعم. تعال يا نقيب ناس، تعال خش مع بعضنا. الاجهزه تاع التفتيش هذه هي نسبه الانزال تاعها 50%، ومستعد تحدى اي مسؤول في الدوله هذه. نعم. ان الاجهزه هذه 50%، يعني كل شيء قديم. كل شيء قديم وقله امكانيات. نعم. الفني صين وفين تصين. والله العظيم كتبي مني حاجه، الحبر اللي يختموا به في الرحلات يصرفوا فيه من جوه، يعني في نقص في كل شيء، حتى في نقص التموين من قلني، لكن الناس قايمه بالواجب بتاعها من اجل الوطن. نعم. يعني من اجل الوطن الواحد ساهر كله. طبعا حتى المكان اللي يستريحوا فيه اللي هم رجال الامن بصفه عامه ما فيش
المويه اللي هي المويه اللي تساوي ممكن 50 قرش الشيشه يصرف فيها وتقسم فيها الواحد شيشه. هذا طبعا حد الجمرك. السلام عليكم. الله يعاونك يا شباب. نفس القصه حتى الحبر بالنسبه هذا احنا لحظه احنا حنفهموا المشاهد المطار اللي شنو ينقسم. هنا جوازات هذه منظومه الجوازات ما عندهاش منظومه بكر يخدموا بمجهود مدات. منظومه الحبر نتاعهم يصرفوا فيه باش يخدموا فيه دخول الجوازات. هذه جوا صاله الجمرك يبدا من هنا. هذا بالنسبه للمسافر لما يكمل اجراءاته من غادي يسلم الدباش بتاعه ويجي يخش من هنا. ايوه بعد التفتيش يخش للتفتيش الحضريه الجمركيه. هذا النقيب طبعا ناصر وهذا جمع الاعضاء نتاعه يوم الحضيره الجمركيه. وهذا النقيب ناصر يصلحك مع الحاجات اللي عندك. الله يسعدك، يعطيكم الصحه ان شاء الله. انتم كحضيره جمركيه والنقص اللي تعانوا منه داخل مطلب؟ والله نعانوا من نقص واجد من عند الاجهزه من عند الامكانيات. في حاجات واجد نقص غير الاجهزه بتاعت اجراءات الجوازات. شنو اخرى ناقص عندك؟ عندنا الجوازات عندنا ناقص المنظومه. نحن نخدم على جهاز واحد من فتح المطار اللي يخدم عند توا الله غالب تصينوا فيه بروح. هذا الجهاز هذا هو هذا هو الجهاز الوحيد اللي تخدموا به. هذا الجهاز الوحيد اللي تخدموا به. هذا كل الاخر في عطل و كله مجهود شخصي تصلح فيه صيانات. كيف تواصلتوا مع من هو مسؤولين المسؤول على المطار وجاء هنا شافوا الاوضاع هذين؟ ما فيش واحد ما جاء هنا ما حكينا له. يجي يقول لك حاضر ويطلع منها مع الشهد. لا حياة من تنادي. لا حياة من تنادي. الصاله. ما نحن ما شاء الله علينا ندو. تعال معي فندي. هذه طبعا هذه الصاله هي اللي فيها الركاب. هذه الصاله الوحيده الصاله الخارجيه. رحلات خارجية. بحد النار بتاعها الكراسي. يعني هذه الصالة الخارجية الوحيدة اللي تستقبل فيها رحلات، يعني لو كان مثلا في نفس الوقت عندك رحلتين مثلا على البراق أو على الليبية أو الأفريقية تقدر نص الناس هذه نحطوا في رحلتين هنا مرتنا نحطوا في مصر وتونس مع بعضنا. يصير عندنا أربع رحلات. المواطن مصبي. الله غالب. وحتى كراسي يبين علينا المسكينات أن هذا المجهود. هو نص يعني نص خربات تقريبا يعني. طبعا لما يطلع المواطن من هنا والمسافر حيطلع من هنا لصالة او لساحة المطار حنخش مع بعضنا ونشوفوا الساحة. واكيد حاليا في طيارة عندها لاندنج. كيف ما شاهدوا مشاهدينا الكرام، هذه هي ساحة المطار، ساحة يستقبل فيها جميع الرحلات ما بين الداخلية والخارجية والعالمية. الخطوط الجوية الليبية هن الموجودات معنا اليوم، هذين هن الإجراءات، يعني حتى ممكن أن حتى إمكانيات النقل للمسافرين ضعيفة جدا. وين المسؤول عن الساحة هنا؟ الساحة طبعا جهات الجمرك. نعم. والجهات الأمنية. الجمرك أنا. تو هنا بالنسبة للحافلات اللي واصلة في المسافرين، كم حافلة؟ ركاب من هذا وحده الشرف. هي هذه تبع الشركه المناوله الشروق. يعني هذه كان خربت تبع شركه البراق. نعم. هذه حافله واحده تخدم عندهم بس. هل هذه الوحدات اللي عندهم بالنسبه هذه تاع نقل المرضى؟ هذه نقل المرضى يوم تخدموا 10 طافي. يعني كل شيء ناقص في المطار. كل شيء ناقص. نقول لك مش كل شيء ناقص، كل حاجه ناقصه. والحمد لله اسم المطار قاعد. طبعا تحيه كذا كبيره لمطار الابرق الدولي الحاضن لجميع رحلاتنا وجميع مسافرينا. يعني هنا المسافر هنا اللي ماشي وهنا اللي جاي. تو حاليا شنو الرحله اللي عندكم تو؟ هذه داخليه رحلة ذي. هذه واصله تو الافريقيه؟ تو يقدمون هذه الشركه فيها الداخليه والخارجيه مع بعضهم. تو تتفرج على الطيران على 150 راكب يبي ينزلوا هان. وتو نزل طير اخر على 150 راكب ينزل هان. هذا 300 راكب خاطر اللي يستقبلوا فيهم برا. انت وتو تتفرج على الشاشه شكلها طبعا. هذه هي نقل البضائع. بالنسبه لطائرة السي ار جي هذه الخطوط الجويه الليبيه، هذه الخاربه من زمان ولا ما زالت واقفه؟ عطلنا لها فتره قريب 4 شهور 5 شهور. ما صارش فيها تواصل انه يصلحوها او خدمت شو نقول لك قريب 4 رحلات 5 رحلات بس على الزنتان بعدها وقفت. حاليا عندنا خطوط جوية الأفريقية هذه قادمة وهذه واقفة. يلطف الله بالحق. طبعا كيف ما سمعنا مشاهدينا الكرام بأن حاليا احنا الصالة اللي حنخشهم بعدنا صالة القادمون هي الصالة الوحيدة اللي تستقبل في جميع الرحلات. حاليا في رحلة نزلت في رحلة شوية أخرى.
مشاهدينا الكرام كيف نشوفوا حاليا مع بعضنا هذه الطائره الخطوط الجويه الليبيه طائره مؤجره جاي فيها حاليا مسافرين من تركيا حنستقبلهم اكيد وهذه الافريقيه داخليه وخارجيه موجود اكيد. طبعا الخطوط الجويه الليبيه تعاني من قله الطائرات نظرا لاصابه طائرات حرب تحرير ليبيا الطائرات اللي انصابت في المطارات الثانيه، فاستعانت بايجار طائرات من دول شقيقه كيف الاردن كيف تونس، وهذه اليوم طائره اردنيه مؤجره للخطوط الجويه الليبيه، احنا مع بعضنا حنشوفوها نستقبلوا ركابها ونحمد الله على السلامه. الله يعطيك الصحة أبو ديتن. مرحبتين بك. ربي يعطيك الصحة. مطار الأبرق الدولي قاعد هو الحاضر لكل رحلاتنا وأنتم خطوط الجوية الأفريقية، من إيش يعاني المواطن والشركات داخل مطار الأبرق الدولي؟ هو المطار غير مهيأ أساساً إنه هو يكون مطار دولي. نعم. يعني مش يكون مطار دولي، لكن هو غير مهيأ للعدد الكبير من الرحلات. فلذلك هو كان المفروض إنه يتم تطوير المطار. بحيث انه هو يستقبل العدد الكبير هذا. ومن يوم ما حلوا نفس الشكل ما غيروش فيه شيء. ما تغير شيء على ما انت تعزق اللوم اليوم؟ على الجميع. لانهم هم فعلا ما طوروش فيه ولا اي حاجه. يعني توا يعني زمان كانت تجي مثلا يعني رحله في اليوم. اليوم ممكن حوالي يعني 10 رحلات او حاجات. فطبعا في ضغط على 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 الموظفين، في ضغط على الساحات، على يعني على الجميع بدون اي تعديل. ربي يصلح الحال ان شاء الله يا رب. ان شاء الله خير. بارك الله فيك. طبعا الحمد لله على سلامة مسافرينا اليوم. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نورت وطنك من جديد. الله يسلمك. بارك الله فيك. خدمات الخطوط الجوية الليبية وشركات الطيران هل مكافية معاكم أم لا؟ لا ما شاء الله، والله ما شاء الله 100% والله. كم قدرها من 100؟ من 10 والله شو أقول لك أنا ما فهمت شيء مضبوط، لكن الخدمات معقولة و100 كفاية. ربي يعطيك الصحة. الحمد لله على السلامة. بارك الله فيك. حكينا على موضوع المطار وحنحكي على الجوازات وما تعاني داخل مطار الأبرق. نقيبنا اهلا وسهلا بك. مرحبا بحالك. نقيب منير ابراهيم الهرام، معاون رئيس رقابه جوازات مطار الأبرق. صح. الجوازات في مطار الأبرق طبعا كلهم يعانوا اليوم، فهمت؟ فنحن بنوصلوا رسالتنا للمشاهد، هل المسافر يعاني ام هل المطار في ناقص ام لا؟ مش قصه يعاني، تو القصه ناقص امكانيات. يعني نحن جوازات ما عندناش الا غرفه واحده او بوابه واحده. المطار مرات يجنك مثلا رحلتين وثلاثة في نفس الوقت، ايش انت بتدير الان؟ تبي تخليه كل ورا بعضهم وبعدين تبي تشتغل. هذه بالنسبة لقصة الجوازات. ومن ناحية المنظومة طبعا ما عندناش احنا منظومة الليبيين باش الكلام يقعد واضح، احنا عندنا منظومة أجانب بس من ناحية رقابة على التأشيرة أو رقابة على الإقامة. خطيها ما عندناش يعني منظومة الليبيين، وخطبنا كم وزير الداخلية أبدا من السنكي وتعال لعند تو لعند المدني، خاطبناه بمنظومه ولعند الان يوعدوا فينا وما فيش حاجه جت لعند تو. من الطالب اليوم انه هو يصب المطار الابرق؟ والله طلب الحكومه ابدا من عبد الله الثاني وعدي. يعني شو نطالب؟ طلب اول حاجه مطار الابرق عندنا الصاله هذه تشوف فيها ما صحش تكملوها بالكره من 2014. صاله جديده؟ من 2010. هذه من 2010 ما استكملوهاش بكره الصاله. هذه الصاله هي المفروض هي هذه صاله جديده. طبعا الصالة ذي هي يعني لو فتحت حتقعد دولية، حيقعد الرحلات هنا الدولية، والصالة اللي غادية حتقعد رحلات داخلية. يعني حتوسع وحيقعد خدمات أفضل. ومش عارف السبب، ما فيش حد يعني في المطار يعطيك الزبدة، عرفت؟ 80% هي جاهزة، عبارة عن تبي أجهزة وتبي بعض الخدمات، عرفت؟ ما فيش حد استكملها بك. أنا السر غايب، مش عارف شنو السبب. يعني هم قالوا شركة تركية وعشان موضوع الجيش والكرامه فسكروا على الشركات التركيه. باهي سكرنا على الشركات التركيه، ايش يبي شركه اخرى تكمل؟ شركه وطنيه. لعند امتى تقعد الصاله هي، صح ولا لا؟ وليبيا فيها كوادر واجد، ممكن هم يكملوها. فيها كوادر فيها، بس فيها الناس ما تحبش تخدم، واللي قاعدين تو المسؤولين شوف فيهم كلهم يطلعوا ويجوا، والله ما هم همتهم البلاد. من الاخير نفقش شركه تركيه، كلام والله المفروض ما نقوله، لكن نفقش، والله ما في حد همته البلاد. من الاخيرك كل واحد همته في نفسه ومنصبه وبرنامجه وكيه. هذا الموضوع نسال الله ربي يصلح الحال، وانت ربي يعطيك الصحه وموفق. احنا قاعدين ونخدموا بالامكانيات اللي قاعده، ما فيش امكانيات، قاعدين هنا في المطار نخدموا ليل نهار وما عندناش اي مشكله. يعني
موفقين ان شاء الله. لا الجوازات ولا الجمارك ولا الاستخبارات ولا جميع الاجهزه كلها رسميه معاكم واحنا مع بعضنا. هاي انا عاد الاستاذ جو نشوف كيف استقبالنا للمسافرين جو حاليا من تركيا. مشاهدينا الكرام حاليا حنتجولوا بحافه الخطوط الجويه الليبيه وخطوط المطار بصفه عامه. حنمشوا لصاله الركاب ونشوفوا الزحمه والمعاناه اللي تعاني منها هالصاله البسيطه الصغيره. حاليا استقبلت رحلتين داخليه وخارجيه، نشوفوا كيف طبيعه العمل، الجوازات شن حيديروا، النقل شن حيديروا، ما نقرا معاكم انتم، والشحن والاجراءات والجمرك وامن، هذا كله في صاله واحده. واليوم حنوريكم ماذا يعاني مطار الابرق. مدينة السلام عليكم. شارك والله الحمد لله شكرك. بارك ربي يعطيك الصحة. تسلم. وأنت من الناس المجهولة وتخدموا لك سنين معنا في المطار. تسلم بارك الله فيك. الله يبارك الله فيك. المواطن ايش يعني؟ مواطن المطار. من قل الإمكانيات. الإمكانيات حقتي بروح. الكاميرا قدام. وين الإمكانيات؟ ما عندناش إمكانيات. من قل الإمكانيات. ايش بك؟ ما فيش إمكانيات باكل حافلة واحدة رحلتين واحدة. يعني ما عندناش إمكانيات. وكلها تركب من هنا. ربي يعطيك الصحة. سلم. كلهم داخليه وخارجيه كلهم تو يخدموني سواء جاي من طرابلس وجاي من برا ليبيا. تو عندي رحلتين، جاي واحده جاي من طرابلس لفرقيه. صاله واحده وشباك واحد. شباك واحد، هذا من رقابه الجوازات. كيف يخدموا؟ طبعا الجوازات احنا كنا ناخذ وانا اجانب عرب، كنا ناخذ وانا اياه ليبيين، بعدين تلخبطت. وهنا الصاله صغيره اصلا عربت. تعال شوفوا الصاله الاخرى. مشاهدينا الكرام بان هذا هو السير الوحيد اللي يستقبل في الرحلات الداخليه والخارجيه، نفس السير جن رحلتين حاليا في وقت واحد. فالمعاناه اللي يعاني منها المواطن واللي يعاني منها المسافر، نقص امكانيات في كل شيء. سمعنا اراء المسافرين. هنا طبعا حاليا كان التفتيش وجهاز التفتيش على الشراط اللي جايين بها المسافرين من برا، يبان فيها كل شيء. نعم طبعا اكيد احنا طبعا ميزه ليبيا انه هو في الترقيع سهل جدا. الله غالب شو نديره رام واحد الا ما يعطل الجهاز هذا شو نديره؟ والله ايش اقول لك، تعطل قعد قريب اسبوع. شو درته بالحاله هذه؟ جبنا مهندس من طرابلس. لا بي في الاسبوع هذا اللي هو خارب، يعني فتشته باليد كل والله شو. مره باليد ومره نصيبه هيك يلا غال. توك اجى انك رحت نفس الهنيه ايش بدير؟ تبي تسبب مره واحده انت؟ هو جهاز بسيط يعني من مصاريف الدوله اللي تصرف فيها على الحياه اللي هم عايشين فيها، نقدوا جهازين ثلاثه. هذا مطار هو حاليا منفس الوحيد يعتبر. وزير الداخليه معدب واحد راه. لا قريب ثلاث شهور. ما عادش يبان. ما زال تغطيتنا مع المطار ومعاناة مطار الأبرق الدولي ومعاناة المسافر والموظف ورجل الجمرك. ولا يا حويش شنو حالك؟ مرحبا صحاب الحمد لله. عرفوا عليك. مرحبتين. عرفوا عليك. عبد الرب سليمان. مسافر ولا موظف ولا لا سواق انا على المطار. انت عايش هنا مع المواطنين ومع المسافرين وشايف الوضع اللي هم عايشين فيه. مطار الأبرق والمسافر من ايش يعاني؟ والله وضع ما شاء الله تبارك الله. مطار كامل متكامل. ما شاء الله. مش اي نقص. الجهد خاص كله راه المطار. الامن تحك فيه وانت بروحك قدامك الوضع. وضع ما شاء الله. من ايش يعاني المطار؟ غير الامن غير ان هم الشباب يخدموا ما شاء الله عليهم باقل التكاليف. المطار بروحه من ايش يعاني؟ لا المطار يبي صيانه كامله انت عارف هذا يا يعني مبنى يعني شوف القادمون حاجه بسيطه يعني هذا جهد خاص كله. بما انك انت سواق تاكسي فديما يقعد جنبك المسافر صح؟ احنا عارفين الواحد يضايق يدي هدرز مع صاحب التاكسي. أول حاجة المواطن يشكي منها شنو؟ يقول لك خدمات ضعيفة، هذه اللي يشكو منها والخدمات اللي عليهم يديروا فيها طبعاً. تأخير رحلات؟ ها؟ تأخير رحلات؟
متاخر رحلة ضروري تحك في جو نحن ما ناش فيه يعني نحن جونا راه مش تمام يوم قبل يوم نزل ضباب يوم هذا موضوعنا انا الله يعطيك الصحه موفق الله يسلمك يا خالد تعالوا نشوفوا ما زلنا نجولوا داخل مطار الابرق الدولي وجهنا السلام عليكم الله يبارك فيك اشمن شافك وينك غايب الله يسلمك الله عليك بارك الله فيك الله يسلمك مطار الابرق الدولي من ايش يعاني؟ لا حقيقة ما تقدرش تقول حاجة معينة لكن على كل حال الجزئية اللي انا حضرتها نياي هو قل النظام ما بين السائقين اللي ينتظروا في الركاب والركاب اللي المسافرين نفسهم ففي خلط لان في عائلات وكذا جايين والاصحاب المركبات يدخلوا عند الصاله جوا ويصير اكثر اصحاب المركبات اكثر مسافرين بالنسبه لتاخير الرحلات لا بالنسبه للرحلات الخارجيه اللي جت الرحله هذه جت في وقتها حقيقه لكن الرحلات الداخليه وغيرها ممكن تشوف الصاله بتاع الرحلات الداخليه الحمد لله على السلامه ونورت الابرق ونورت ليبيا كلها شكرا حبيبي بارك الله موفقين ان شاء الله كيف شاهدنا مشاهدينا الكرام ما زالت جولتنا داخل مطار الابرق الدولي والمعاناه اللي يعني فيها المواطن من نقص داخل المطار ومن نقص كبير جدا في المعدات في التوفير في الصالات في المساحه اللي يتعامل فيها المواطن وموظف الطيران بصفه عامه. نمشي مع بعضنا ونشوفوا الصاله الجديده المفروض انها تكون مفتوحه لاستقبال الكم الهائل من المسافرين والمنفس الوحيد المنطقه الشرقيه مطار الابرق. كيف شاهدنا مشاهدينا الكرام كنا في الصالة الخارجية والداخلية اللي استقبلوا فيها المسافرين واستقبلوا فيها الناس اللي جاية من برا ومعاناة النقص في إمكانيات الصالة هذه أيضا من ضمن الصالات اللي دروها شباب لتوسيع الخناق على مطار الأبرق الدولي ها الصالة استقبلوا فيها المسافرين داخلي وخارجي وعمرة وجميع الشركات الخطوط الجوية الليبية الخطوط الجوية الأفريقية وشركة البراق للنقل الجوي ها الصالة نوعا ما معدة ومعدة للإجراءات ما بين شركات خدمات المسافرين ما بين الراحة للمسافرين ما بين أيضا حتى المصلى كلها بمجهود الشخص وما زال السؤال موجود من داخل مطار الأبرق ومن الموظفين ومن المسؤولين أين المسؤول عن مطار الأبرق الدولي ورسمية لا زالت ترصد في هذه التغطية الخاصة مشاهدينا الكرام من جولتنا اليوم معك في مطار الابرق الدولي معنا حاليا العقيد سالم عبد العالي الاطرش مدير منفذ مطار الابرق اهلا بك سيد العقيد مرحبا اهلا وسهلا بك بدايه ربي يعطيكم الصحه وعلى كل ما تقدموه لخدمه المسافر والمتجهين معنا في مطار الابرق الدولي بسم الله نشكر طبعا قناه ليبيا الرسميه لحضورها الى مطار الابرق الدولي لمعرفه ما هو موجود في هذا المطار لان سرها هذا المطار مشهور من قبل البرلمان ومن قبل الحكومة المؤقتة لم نرى أي شخص يقوم بزيارة هذا المطار للحضور لمشاهدة النواقص واحتياجات هذا المطار نعم باستمرار بصفة ما فيش يومين ثلاثة لا يكون فيه ناس تطلع من مطار الأبرق من المسؤولين من جميع المسؤولين صراحة مطار الأبرق المنفذ الوحيد والمنفذ الوحيد هو مطارك في نواقص واضحه اليوم شفناها في المطار في عجز كبير جدا احكي لنا على العجز والنقص كيف تتعامل معه والله بالنسبه للاحتياجات والنواقص ما عندناش ايراد من اي مكان يعني الحجة حتى لا توجد لا سيارة ولا يوجد عندنا تمويل فالنقص شديد بالنسبة لنا لذلك حتى الإقامة العسكريين اللي من حيث المبيت اللي مسك 24 ساعة يقعد محسوبها إلى عند الصباح الله غالب ما فيش إقامة هو يتحمل كل شيء أي نعم بهل تواصلت مثلا مع المسؤولين مع من يهم الأمر بتولى مثلا المطار في نقص في عندنا عجزات في عندنا نبو مالي مدنا يد العون والله ما نحكوا لا برلمان ولا حكومه مش بزار الله غالب مش مشاهدينا الكرام من جولتنا معكم اليوم ما زلنا في تغطيه كامله لمطار الابرق
الدولي. وحاليا معنا العقيد مفتاح زيد المنصوري رئيس مركز شملك المطار. عقيد مفتاح اهلا وسهلا. مرحبا. مطار الأبرق الدولي ويعاني الكثير من النواقص ومن خدمة للمواطنين. الجمرك له دور كبير جدا داخل المطار، وانتم كما نقولوا انتم المنفذ، وانتم عليكم العباية، يعني تمسكوا اللي ينفع انه هو ما يخشش، وتكونوا انتم دائما معهم في قلب الحدث. احكي لنا عن النواقص اللي عندكم كمركز كجمرك والاشياء اللي صار معاكم والعوائق اللي تصير فيكم اثناء العمل. اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بكم وبقناتكم الموقرة. بالنسبة لنا احنا كجمارك مركز جمرك مطار الأبرق نعاني من نواقص، من ضمنها حتى النبيك، حتى الإقامة، حتى الإقامة إقامتنا، عشان الناس اللي هم الرجال اللي وراي هذول هم رجال جمارك مطار الأبرق الدولي، هم الذين قاموا بمسك حوالي قضيتين، الأولى حوالي 6,439 دولار، 6,439 دولار، هذه كانت مهربة عن طريق أشخاص إلى إسطنبول. قامت القضية الثانية حوالي 4 مليون ريال سعودي، نفس الشيء حتى هي مشيت وين؟ إسطنبول. الثالثة 27,000 درهم إماراتي. هذول هم الرجال اللي وراي، هذول الرجال اللي في جنبي، هذول هم رجال حرس الجمارك في مطار الأبرق. هم المبالغ بينك في وحيلا وعين حوالي 4 أنفار، وأحيلا كل النيابة الكلام، فمن ضمنها حتى الأربعة مليون ريال هذين وحيلا، لكن الشخص هذا مطلوب، كانت طلبته الدولة مطلوب، فجو أنعم شخص نفسه أخذوه. كيف تعرفوا عليه؟ هل يقول مثلا معاه؟ كانوا يقوموا بالتفتيش بالطيارات، فوجدوا هذه المبالغ، ونحن درنا فيه إجراءاتنا وحولناها للنيابة. وحالاً ما فيش حد سألنا ولا حد جانا ولا قال لنا كيف دوتكم ولا كذا، مع أن راهو عندنا نواقص، لكن نحن نخدمه من أجل ليبيا. مهما كان النواقص عندنا، مهما كانت عندنا، نخدمه من أجل ليبيا. في رسالة هي الوطنية. نعم، الوطنية هي الأول كل شيء. احنا نسمع في كلام من برا ناس يقولوا ان مطار الأبرق ان كذا ان كذا ان كذا، من ضمنها جابوا نحن قالوا جمارك الأبرق. الرجال اللي في جنبي هذول هم رجال جمارك الأبرق، هم اللي مسكوا القضايا اللي سبق وان حدثت عليها. لعلمك ان هالناس هذول يباتوا في سياراتهم في حال تجب ماسك، ما فيش حتى مكان، ما عندناش مكان، وبها ذلك نحن نخدم من أجل ليبيا. مشاهدين الكرام، في تغطيتنا اليوم مازلنا معكم مستمرين، وحاليا نحن في مكتب المدير العام لمطار الأبرق الدولي الأستاذ أبو بكر مفتاح بدر. أستاذ أبو بكر أهلا بك، تحية لحضرتك ولكل القائمين معك في داخل مطار الأبرق الدولي. أستاذ بكر، طبعا في ظل الظروف الصعبة اللي يمر بها المطار حاليا، وظل النقص في الموارد الموجودة عندكم، المواطن يتساءل ليش هالنقص في المطار. طبعا ممكن المواطن يشوف الشيء من ناحيته هو الشيء الشخصي، وفي اشياء كبيره جدا مش حتبان على المواطن، لكن احنا اليوم في حلقتنا نبي نبين للمواطن شنو الظروف الصعبه اللي مر بها مطار الأبرق الدولي مع الخدمات اللي قدموا فيها للمواطن. الحقيقه يعني مطار الأبرق يعاني، وبالذات خلال هالمرحله وهالازمه اللي تمر بها ليبيا، ما نتج عنها من أثار صراحة سلبية على أداء عملنا. حاولنا بقدر الإمكانيات المتاحة أن نسير العمل في كل هالظروف، كل المعوقات. صراحة عدم تلبية الاحتياجات هذا يعزى لعدم وجود موارد مادية. ربما خليني نقول لك شيء واحد، عجزنا نحن وعجزت الحكومة نتلبي هالاحتياجات. صحيح نقدر حجم المسؤولية، ولكن برضو مطار الأبرق بعامليه بإمكانياته المحدودة جدا، مطار مهيئ لكم قليل من الرحلات، ممكن نتجاوز حتى أصابع اليد الواحدة في اليوم كسعة استيعابية للمطار. وصلنا خلال الأزمة لأكثر من 25 رحلة يوميا،
كم المسافرين اللي غادر خلال هالسنوات، كم ربما عشرات أضعاف المرات اللي كنا خلال عام 2013 نسير فيها. حلينا أزمة البلاد، حلينا أزمة المواطن اللي هو مش يعالج ولا مش حتى يتفسح ولا غيره، حلينا أزمة الدولة بالاتصال بالعالم الخارجي. كنا ننتظر صراحة دعم أكبر من هيك لنا، ما نش فقدين الأمر أن ننتظروا فيهم، ما زلنا نقول إن شاء الله بكرة بعد بكرة الحكومة أو الجهات المسؤولة. أكيد وصلنا صوتنا عبر جميع القنوات، سواء اتصال مباشر، سواء عن طريق مراسلات، سواء عن طريق لقاءات، سواء حتى عبر الإعلام. حكينا أنا قلت لك عجزها لعدم وجود موارد مالية لديها، ربما لديها أمور أهم يروا هم في مطار الأبرق. مطار الأبرق صراحة يستحق أنهم كل الناس تلتفت لها، يعني يا سلام. لنا سنتين في هالأمر، نحن مش من سنة، مش من توا، احنا من سنتين هو المطار الفاعل في المنطقة الشرقية واللي تحمل عبء كل سكان المنطقة الشرقية، بل وكنا حتى كنا حتى قناة وصل حتى بالمناطق الغربية، يعني ما انقطعناش عن ليبيا، احنا جزء من ليبيا، كنا متواصلين وكنا نفتح في خطوط، كانت تدشن في خطوط المناطق الغربية، وكنا نسير في رحلات عديدة. يعني صحيح هذا خلينا نرجع لشيء واحد، ان لا شك ان من يعمل يخطئ، كلنا نعمل ولدينا اخطاء، كلنا نتعلم من اخطائنا صراحه. نقبل رنا النقد البناء صراحه، مش النقد الهدام اللي الناس صراحه على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى غيرها ربما ينقلوا صح في لقطات حقيقيه هي، ولكن اساء السمعه واجمل الناس في السمعه السيئه صراحه. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا معاكم اليوم من داخل مطار الأبرق. شفنا صلاة المطار، وشفنا المعاناة اللي يعني فيها مطار الأبرق، وشفنا المعاناة اللي يعني فيها المسافر مع هالمنفس الوحيد. انا نتمنى اليوم ان توصل رسالتنا، يا ريتنا كلنا نصبوا مع مطار الأبرق ومع الناس الموجودة. هالمطار هو المنفس الوحيد يعاني من اشياء واجدة، شفنا وجولنا بيكر شبكها عند الصلاة الداخلية والخارجية وحتى عند الطيارة. والسؤال اليوم ما زلنا نقوله، من المسؤول، من اللي ساعد خطوط جوية الليبية، خطوط جوية الأفريقية وشركة البراق لنقل الجوي؟ صوتنا اليوم واضحة، المطار يعاني، يا ريتنا كنا مع بعضنا نقدمه يد العون للمطار. نحن هذا منفسنا الوحيد إلى أن يتم تحرير مطار بناء الدولي ويتم الإقلاع من هناك. تحيات أحمد العبيدي، عبد الله شمية، جمال فاسي، تحيات محمد شاركس، السلام عليكم.